اليوم صافح الصبح وانشر في السماء عبقا وافرج جناحيك حتى تبلغ الأفق وانقش أمانيك فوق الغيم إن لها رب سيفتح بابا للذي طرق. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام، صباح الخير لكل من يتابع شاشة تلفزيون سلطنة عمان وبرنامجكم الأسبوعي برنامج علم ومرح اللي يأتيكم كل يومي جمعة وسبت بصحبة مجموعة من الأطفال المبدعين والموهوبين في شتى المجالات. نحن في برنامج علم ومرح دائما نحب أن نقدم لكم فقرات متنوعة ومختلفة بنكهة العلم ولا تخلو بطابعا من المرح في برنامج علم ومرح، فنتمنى لكم أن تقضوا معنا وقتا ممتعا وطيبا برفقتنا وبرفقة فقرات برنامج علم ومرح. فكالمعتاد دائما نحن نحب أن نسمع أصواتكم الجميلة والرائعة في فقرة لغتي عنواني، ودائما صديقتنا أشواق الخنبشية تحب أن تأخذنا برفقتها لزيارة أماكن جميلة ورائعة ونتعرف على أشياء جديدة في كل فقرة. وما ننسى فقرة صديقنا يزيد اللي دائما يعرفنا فيها على مفردات جميلة وعمانية، بالإضافة إلى فقرات أخرى دائما تكون في انتظاركم، فتابعونا من الآن حتى نهاية برنامجنا، فأهلا وسهلا بكم جميعا. يا شموخ يرتقي فوق السحاب، شعبك المغوار شبان وشيوخ، من شموخك زلزلوا كل الصعاب، والشدايد كلها ترضخ رضوخ، تنحني قدام شعب ما يهاب، تنبسط بالعز له كل الدروب، قدوته قابوس شهم ما يعاب، سيد التاريخ وسلطان القلوب، قايدا له تنحني كل الرقاب، شوف شعبه غير عن كل الشعوب، مخلصين العهد له شيب وشباب، دام فينا والد دايم حنون، لا عشال الشتة ما نحسب حساب، لو يدور الكون أحزان وشجون، في حما قابوس كل العيش طاف، كل صعب يا جماعة به يهون، ينفتح به للفرق مليون باب، سيدي قابوس لك إحنا جنود، لا أبد ما يوم فينا الظن خاب، للرجولة والشجاعة والصمود والكرامة والشهامة والصواب، دايما نقطع مسافات وحدود، من شموخك قد تحدينا الصعاب، من شموخك قد تحدينا الصعاب. أهلا بكم متابعينا الكرام من جديد في برنامج علم ومرح. من بعد ما سمعنا هالقصيدة الجميلة من واحدة من صديقاتنا اللي دائما يحبوا أنهم يشاركونا في البرنامج، أيضا اليوم نحن مجهزين لكم مجموعة من القصائد الجميلة، خلونا نتعرف على أسمائهم ومن ثم نسمع إيش الأشياء الجميلة اللي محضرين إياها لليوم. عارفين على اسمك يا حلوة؟ جنى. عارفين على اسمك بالكامل؟ خذي الماي. جنى حسام الدين. جنى حياك الله يا صديقتنا، اعطينا اقل الصوت للي بعدك. رحمه عبد الله الحقري. اهلا وسهلا بك. اصيله سالم زار الحقري. حياك الله يا اصيله. يازي محمد الوهيبي. اهلا وسهلا باليازي. زمزم راشد الغنبوصي. حيا الله زمزم. نور خالد بن ناصر بن محمد بن عمير الهنائي. حيا الله صديقتنا نور. ايوب بن سالم بن ناصر بن سعيد الهنائي. والنعم.
إياد بن يوسف بن سيد بن حمد الراشدي. حي الله صديقنا إياد. والحين معنا أيضا أصدقاء في القطار، خلونا نتعرف على أسمائهم ومن ثم أنا أوعدكم أن اليوم معنا مواهب جميلة راح تستمتعوا معنا ومع مواهبنا الجميلة. ممكن تعرفينا على اسمك يا حلوة؟ هبة. هبة، أعطينا اسمك بالكامل يا هبة. هبة حميد الحساني. حياك الله هبة، أعطينا أقل الصوت للي بعدك. أيوة أعطيها أنا. نبا بنت حميد بن سلو الحساني. أهلا وسهلا بنبا. عبد الله بن حميد بن عبد الله الحساني. حياك الله يا عبد الله. اليوم عبد الله لابسنا زي جميل، راح نتعرف على هذا الزي ومتى نحن ممكن لبسه، راح نتعرف بعد هذا الزي خاص أي رياضة، وراح نتعلم بعض الحركات إن شاء الله اليوم. فكونوا متابعين نشيطين كعادتكم معنا عشان نبدأ يوم جميل ورائع. وبما أن نحن قلنا نبدأ يوم جميل ورائع، دائما نحن نبدأ بكلمات جميلة، لكن اليوم كلماتنا راح تختلف، كلماتنا راح تكون معزوفة بألحان رائعة من صديقتنا جنى. أول شيء تأخذي ناقل الصوت يا جنى. جنى عندك ناقل الصوت ولا تحطي؟ طيب يا جنى، اليوم بتقدمين أناشيد جميلة؟ نعم. الأناشيد هذه من علمك إياها؟ ماما. نبدأ أول شيء نسمع المعزوفات بعدين ندردش مع بعض؟ نعم. يلا. الله، تحية كبيرة لجنى الحلوة. شاطرة يا جنى. زين أيضا حافظة أشياء ثانية؟ زين هذه أغنية من مثلا التراث المصري أو الطابع المصري، نحن نريد أيضا حد الطابع العماني شيء، محضرة شيء؟ أيوة نسمع. يلا يا جنى. قدم نعيش في كركوب وفي بزار في حرمة وصورة وفي ريال بكيشتا يما يو قدم نعيش في كركوب وفي بزار في حرمة وصورة في ريال بكيشتا. شكرا لك يا صديقتنا جنى على هالمعزوفات الجميلة وعلى هالصوت الحلو، ما شاء الله عليك كنت رائعة. بعدين نحن راح نكمل مواهبنا مع أصدقائنا اللي موجودين معنا في الأستوديو، وأيضا موجود معنا كثير من أصدقاء اللي يتابعونا الحين عبر الشاشات، شاشات تلفزيون سلطنة عمان، في كل مكان عندهم مواهب جميلة وحابين يشاركونا في البرنامج. فالحين راح نعرض لكم الأرقام اللي ممكن من خلالها أنكم تتواصلوا معنا، تشاركونا مواهبكم في البرنامج أو تشاركونا في مسابقة لغتي عنواني. Thank you.
حياكم الله متابعينا الكرام من جديد، ولا تنسوا تتواصلوا معنا عبر الأرقام اللي كانت ظاهرة معاكم على الشاشة عشان تشاركونا إبداعاتكم في برنامج علم ومرح. ومثل ما قلنا في بداية حلقتنا لليوم، برنامجنا لا يحلى إلا بسماع أصواتكم الجميلة والرائعة في فقرة لغتي عنواني. إذا متابعينا الكرام، الحين راح ناخذ أول مكالمة معانا لليوم ونقول يا صباح الخير لأول متصل. أهلا وسهلا. سلام. كيف الحال يا طلال؟ من وين تكلمنا؟ من ولاية دبية. حياك الله يا صديقنا طلال، اليوم ما شاء الله ثلاث أرباع أصدقائنا من ولاية بدية. نحن نرحب بك يا صديقنا ونرحب بجميع أصدقائنا من مختلف ولايات ومحافظات السلطنة. يا صديقي طلال، ممكن تخبرني اليوم كيف بديت صباحك؟ أيوة، إيش سويت أول شيء لما قمت؟ تريقت؟ ولا ذاكرت؟ ولا لعبت بالألعاب الإلكترونية وشفت التلفزيون؟ شفت التلفزيون. بعدك ما فتحت الكتاب؟ لا. بعد البرنامج راح تذاكر؟ نعم إن شاء الله. الله يوفقك يا صديقنا. كيف تذاكر في الإجازة؟ ممكن تشرح لي طريقة مذاكرتك عشان نفيد أصدقائنا اللي يتابعونا الحين؟ أبدأ بالمواد السهلة. أيوة، تقسم المواد؟ سهلة. اها شاطر. يعني اول شيء احنا نقسم المواد ونعطي لكل ماده حقها في المذاكره، يعني كل ماده ممكن نقول انها 45 دقيقه عشان نخلص كل المواد ونجيب درجات عاليه، صحيح؟ نعم. زين، بما انك الحين تبعد البرنامج بتبدا تذاكر، انا خلاص الحين بذاكر لك اللغه العربيه في هذه الفقره. تعرف ايش هي الفقره؟ نعم، هي فقرة لغتي عنواني. نحن راح نحط لك فقرة أو جملة بسيطة باللغة العربية فيها خطئين إملائيين، كل اللي عليك أنك تكتشف الأخطاء الإملائية اللي موجودة معنا. طيب؟ طيب. يلا نروح نشوف الفقرة. وهالفقرة ظهر معنا على الشاشة الحين، أنا راح أقرأ لك إياها، ركز معاي واكتشف الأخطاء. أنا محب لوطني عمان، فقد نشأت على أرضها وأكلت من خيراتها، ولهذا فإنني حريص على رفعة شأنها وتقدمها. يلا يا صديقي اكتشف الأخطاء الإملائية اللي موجودة معنا. فقد نشأت على أرضها. يلا أنا ساعدتك. نشأت. نشأت؟ نعم. إيش الخطأ في كلمة نشأت؟ الهمزة. هن حط الهمزة. نحط في ألف. أيوة، همزة متوسطة على الألف، صح؟ صح يا صديقي؟ صح يا صديقي؟ ها شكله راح يتأكد من كتاب اللغة العربية، صح. إنزين يلا اكتشف الخطأ الثاني عشان تحصل 50. يلا اكتشف الخطأ الثاني. ولهذا فإنني حريص على رفعة شأنها وتقدمها. فإنني إيش الخطأ في فإنني؟ الهمزة على الألف. الهمزة تكون همزة قطع تحت الألف، صح؟ صح. زين، شايك الحين نشوف التصحيح نتأكد إذا أنت حصلت على 50 أو لا. وهذا هو التصحيح، ظهر معنا على الشاشة، يقولنا نشأت همزة متوسطة على الألف لأن ما قبلها حرف مفتوح، وكذلك فإنني همزة قطع تحت الألف. وكذا حصلت معنا يا صديقنا على 50 ريال عماني. مبروك عليك هذا المبلغ وتتهنى به. تحية كبيرة لصديقنا طلال على نشاطه الجميل اللي كان معنا. يلا شكرا لك يا صديقنا على هذه المكالمة الجميلة. ومثل ما قلنا لكم في بداية الحلقة، معانا اليوم مواهب مختلفة ورائعة. خلونا شوية نتعرف على فن رياضي جديد، فن قتالي مع صديقنا عبد الله. أول شيء خلونا نرحب بصديقنا عبد الله. كيف الحال يا عبد الله؟ خير. عفا يا عبد الله، تسمعوا عبد الله؟ تسمعوا عبد الله؟ لا، ما حد يسمعك يا عبد الله. كيف الحال يا عبد الله؟ بخير. من وين جاينا اليوم يا عبد الله؟ الغبرة. وجيت تشاركنا في البرنامج بموهبة جميلة، صح؟ ايش هي موهبتك؟ الكاراتيه. الكاراتيه، حلو. الكاراتيه تعتبر رياضة قتالية، فن من فنون القتال والدفاع عن النفس. ايوه. متى تعلمت هالفن؟ امس ولا من زمان ولا متى؟ من زمان. زين، علمك اياه في المدرسة ولا دخلت معهد؟
وين تعلمت؟ معهد. في معهد، معهد الفنون القتالية. جميل. من شجعك انك تدخل هالمعهد؟ هاي صديقي. أمك قالت لك حلو أننا نتعلم نحن رياضات مختلفة؟ إذن بسألك سؤال، الحين تتعلم أكيد وايد حركات وأساليب قتال مختلفة، هل هالأساليب أنت تطبقها في أصدقائك وتضربهم ولا لا؟ اعترف عاد عاد. لا. لازم نحن نتعلم هالفنون لنفسنا صح، لأنها هي رياضة، بس ما نكون نمارسها في البيت أو نسوي شغب بهالرياضة صح؟ صح. إذا الحين بتخولي بعض الحركات الرياضية، يلا نشوف. تعطيني ناقل الصوت عشان ما يتعور ناقل الصوت بعدين. يلا تعال نخف النص. يلا ابدا يا صديقي، يلا ابدا ابدا. بعد حلو، بعدين شي غيره. تحية كبيرة لصديقنا عبد الله. يلا عبد الله خذ ناقل الصوت وارجع مكانك، خلينا نسولف شوية مع بعض. عبد الله ايش الحزام اللي معك؟ حزام الأبيض. حزام الأبيض، هذا الحزام يعطوه للمبتدئين ولا للمحترفين؟ للمبتدئين. اها، يعني انت بعد كم يوم نقدر نقول او بعد كم درس ممكن تحصل الحزام الثاني؟ ثلاث دروس. ثلاث دروس. بعد الابيض اي حزام يجينا؟ اصفر. وبعد الاصفر؟ اخضر. والحزام النهائي اللي للابطال؟ اسود. نبي جالسه تعطيك دروس بعد؟ الحين جالسه تذكرك بالاحزمه الموجوده. انزين، انت تتمنى انك تحصل على الحزام الاسود؟ أيوة. ان شاء الله. طيب يعني اذا حصلت على الحزام الاسود ايش بتسوي بهالرياضه؟ دافع بها عن الناس الضعفاء؟ أيوة. تعلم اصدقائك؟ أيوة. تعلم نبا في البيت ولا نبا بتصيح؟ تصيح. بتصيحي نبا ولا ما بتصيحي؟ ما بتصيحي. انت قويه، خلي علمك الفنون القتاليه. طيب شكرا لك يا صديقنا. ايش راح تكون في المستقبل لما تكبر وتصير كبير؟ طيار. حلو، يعني راح تتخصص بعيد جدا عن الرياضة اللي تحبها. أنت تربى تكون طيار عشان تحب السفر ولا عشان شو؟ السفر. وتتعرف على البلدان اللي حول العالم صحيح؟ جميل، حلو حلو أن نحن نتوظف في شيء نحن نحبه عشان نبدع في هذا المجال. مثلا صديقنا عبد الله يحب الطيران ويحب أنه يتعرف على البلدان الموجودة حول العالم، هو أكيد بيركز في دراسته عشان يوصل لهذا الحلم ويحقق هذا الحلم. شكرا لك يا صديقنا، صديقنا على هذه الموهبة الجميلة. والحين نروح مع صديقتنا، خلونا نشوف من صديقاتنا معاها موهبة جميلة. خلونا نروح نشوف رحمة. رحمة كيف الحال يا رحمة؟ الحمد لله. رحمة من وين جايتنا اليوم؟ حياك الله يا صديقتنا رحمة. رحمة اليوم جاية معانا، جايتنا موهبة جميلة صحيح؟ أيوة. شو هي موهبتك؟ الإلقاء. تحبي تلقي القصائد النبطية أو الفصحى؟ الفصحى. واليوم جهزت لنا أي قصيدة؟ صوت صفير البلبل. نسمعها؟ أيوة. يلا نسمع. صوت صفير البلبل هيج قلبي الثملي، الماء والزهر معا مع زاد لحظ منقلي، وأنت يا سيد لي وسيدي ومولي، فكم تيملي مزين عقيقلي، قطفته من وردة من وجن لفظ الخجلي، فقال لا 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 وقد غدا مهرولي، والعود ما لم طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي ويللي، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي، قالت له حين كذا انهض وجد بالنقلي، وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بأنا في أسكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والورود لي، والطبل طب 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 لي وسقف سق 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 لي سق 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 لي، والرقص قد طاب لي وغرد القمر يصيح ملل في مللي. شكرا.
شكرا لك يا صديقتنا على هالأبيات الجميلة، تحية كبيرة، بس امسكي ناقل الصوت، تحية كبيرة لها. يلا 1 2 3. شكرا لك يا صديقتنا. هالقصيدة نحن نعرف كلنا قصتها، قصيدة جميلة جدا. هالقصيدة انت درستيها في المدرسة او شفتيها من مصدر خارجي؟ مصدر خارجي. تحبي تكتشفي يعني تقري قصائد اخرى عن اللي تدرسوها في الكتاب؟ ايوه. ليش؟ ايش يزيد لك الحفظ القصائد؟ يزيد الثقافة والحفظ وال ايوه. انزين، وايضا القصائد اللي باللغة العربية ايش تعطينا لنفسنا؟ تعلم تنمية اللغة العربية، الفصحى، وكذلك فهم مصطلحات جديدة. جميل. أنت الحين في أي صف؟ الثامن. الصف الثامن. في مرحلة الصف الثامن نحن نبدأ عن نحفظ القصائد القوية اللي فيها كلمات بليغة، كلمات يعني أسلوب مجازي أكثر من اللي كنا نحن ناخذها في السنوات الماضية. بما أنك أنت الحين تنتقلي من مرحلة دراسية مختلفة، إيش اللي حسيتي في حفظ القصائد؟ هل واجهتي صعوبة أو حسيتي أن القصائد جدا سلسة وسهلة؟ لا بالعكس، جدا سلسة في التعود عليها، بنحفظها زيادة. يعني دائما لما نحن نقرأ ونتعود أن نسمع قصائد نحفظها، صحيح؟ أيوة. إنزين، في كل شخص عنده أسلوبه الخاص في حفظ، فحد يحفظ من خلال السمع، حد يحفظ من خلال النظر فقط، حد يحفظ من خلال الترديد. أنت كيف تحفظي؟ كلها. كل الطرق؟ أيوة. هالطرق لما جمعتيهم مع بعض إيش اللي ساعدتك؟ خلاني أحفظ مرة يعني يكون الحفظ سلس، ومع التكرار والسمع يعني أحفظ زيادة. جميل، حلو. يعني أنك أنت لما تدمجي كل الأساليب في أسلوب واحد وهو أسلوب الحفظ يساعدك في سرعة الحفظ واسترجاع الكلمات. فمثلا إذا نحن استخدمنا طريقة تصوير النص عن طريق النظر إلينا نحن في الاختبار، ممكن أن فقط نتخيل شكل الكتاب ونسترجع الكلمات الموجودة فيه. جميل جدا، أو أسلوب جميل أنك أنت تتبعي كل الطرق مرة واحدة. طيب أسألك، دائما الإنسان ما عنده فقط هواية واحدة، ما يحب أنه فقط يركز على مجال واحد، أو أنت من الأشخاص اللي يحبوا أنهم يستثمروا موهبة واحدة كل وقتهم يكون فيها الموهبة؟ أنت في أي صنف من الناس اللي يحب عنده مواهب متعددة، أو اللي يحب أنه يركز على موهبة واحدة؟ لا، مواهب متعددة. مواهب متعددة. واليوم جبتي لنا موهبة الإلقاء، المواهب المختلفة اللي عندك الأخرى؟ الرسم والقراءة فقط. تحسي أن القراءة مرتبطة بالإلقاء أو أنها شتان بين الإلقاء؟ أيوة جدا. يعني مرتبطة؟ أيوة. إيش الارتباط اللي بينهم؟ يعني كيف ممكن أن القراءة تفيد الإلقاء؟ يعني إذا قرأت فبحفظ زيادة، وبيكون يعني قراءتي سلسة في حفظ القصائد والمقالات. جميل، مثل ما قلتي أن أنا لما أقرأ أتعلم أيضا كلمات جديدة، كلمات ما كنت أعرف أني أنطقها. أيوة. من خلال القراءة بعرف أنطقها وأطبقها في القصائد. أيوة. اللي أحفظها. وأيضا القراءة تخلي يعني المعلومات تزيد معها أنا مثل ما قلتي، وتكون قريحتنا جدا واسعة بمفردات جديدة وجميلة. وانت اليوم جايتنا من ولاية بدية؟ أيوة. يعني ما شاء الله ما كنت تسكنوا معنا في مسقط، جيتوا من ولاية بدية كلكم. أيوة. صحيح؟ أيوة. 3/4 ما نقدر نقول كلكم. طيب، يعني بس أنا بسألك، إنه حلو إن نحن ننمي مواهبنا حتى لو المكان بعيد عنا، صحيح؟ أيوة، أيوة. إيش يخلي هذا في نفسنا؟ إيش يزرع في نفسنا؟ زيادة القراءة. أيوة. والثقة بالنفس. أيوة، إن نحن عشان إن نحقق حلم أو نساهم في تحقيق حلمنا، حلو إن نحن نضحي عشان الحلم، صحيح؟ أيوة. حتى لو إن المسافات كانت بعيدة ما نستصعب المسافة، لأن عشان نوصل للشيء اللي نحن نريده لازم إن نتعب عشان نحققه. شكرا لك يا صديقتنا رحمة على هالقصيدة وعلى هالنقاش الجميل. نتمنى أنكم اكتشفتوا بعض الأشياء اللي ممكن تساهم في تنمية مواهبكم من صديقتنا رحمة. متابعينا الكرام، ما زال برنامجنا يحوي العديد والعديد من المواهب الجميلة والفقرات الرائعة، بس فاصل ولنا عودة. موهوبة وفنانة.
فقد الأم محروم من لذة حنانه. مرحبا بكم متابعينا الكرام مرة أخرى في برنامج علم مرح، ما زلنا مستمرين معاكم في استقبال المكالمات الجميلة والرائعة من أصدقائنا الرائعين في مختلف المحافظات والولايات. فنقول صباح الخير لثاني مكالمة معنا لليوم. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا، من معنا؟ فريدة. فريدة؟ فريدة. أهلا وسهلا فيك يا صديقتنا، من وين تكلمينا؟ من مسقط. حياك الله يا صديقتنا، تعرفي ايش هي المسابقة؟ ايوه. ايش هي المسابقة؟ اعطيني نبذة عنها، اللي ما يعرفها انت راح تذكري. يلا اعطيني نبذة بسيطة عن المسابقة. تعطينا فقرة. ايوه. وتطلع منها الاخطاء. ايوه، نكتشف الاخطاء. كم خطأ راح نكتشف؟ خطأين املائيين. تعرفي كل خطأ بقيمة كم؟ 25 ريال عماني. كذا إذا اكتشفتي أنت الخطأين راح يكون معاكي 50 ريال عماني. ويلا الحين نروح نشوف الفقرة بما أنك تعرفي المسابقة. وهذه الفقرة ظاهرة معنا على الشاشة، أقرأ لك إياها ولا تعرفي تقري؟ أعرف. تقري لي إياها أنت وأنا بساعدك إذا غلطت. طيب يلا نسمعها. الموصولية هي حب الإنسان لوطني ووطن آبائي وأجدادي. أيوة. ومتقى أخوانه وأحبابه. أخوانه وأحبابه. تربينا فيها فكنا لنا. فكان لنا. المؤمن. المأوى في الصيف. أيوة. والمشتاء. شاطرة يا صديقتي، الوطنية هي حب الإنسان لوطني، موطن آبائه وأجداده، وملتقى إخوانه وأحبابه، فقد تربينا فيه، فكان لنا نعم المأوى في المصيف والمشتى. يلا اكتشف الحين الأخطاء الإملائية اللي موجودة معنا. يلا يا شاطرة، يلا يا شاطرة، أنا بساعدك. الوطنية هي حب الإنسان. الوطنية هي حب الإنسان لوطني. إيش أول كلمة معك؟ ايش هي اول كلمة يا صديقتي؟ يلا اكتشفي معانا اول خطأ. الوطنية هي حب الانسان لوطنه. الوطنية الحلوة بعدين هي حب الانسان لوطنه. وين الخطأ؟ وايد ساعدتك. يلا بسرعة بسرعة عشان الوقت ما يخلص معاك وبعدين تروح المكالمة. يلا يا صديقتي اكتشفي الخطأ. زين بساعدك. ها؟ آبائي. الوطنية هي حب الإنسان لوطنه. الوطنية تاء مربوطة. الوطنية تاء مربوطة، صحيح وليس ها. زين الخطأ الثاني. فكان لنا نعم المأوى في المصيف والمشتى. المشتى. فكان لنا نعم المأوى في المصيف والمشتى. المشتى. ايش الغلط؟ مقصوره. الف مقصوره. والحين رح نتاكد من التصحيح، وهذا هو التصحيح ظاهر معنا على الشاشه واجابتك صحيحه. الوطنيه تاء مربوطه وليست ها، والمشتى الف مقصوره. مبروك عليك يا صديقتنا 50 ريال عماني، نسمع لها تحيه كبيره. شكرا لك يا صديقتي على هالاتصال الجميل، ومبروك عليك هالمبلغ. واكيد اذا عندك هوايات جميله ورائعه مثلك، نحن حابين انك تشاركينا في البرنامج وتعرفينا على هواياتك ومواهبك. اما الحين متابعينا الكرام، ايش رايكم نروح مع صديقنا اياد؟ صرنا ناقل الصوت لاياد. اياد حي الله. اياد كيفك يا اياد؟ خير. اليوم من وين جاينا يا اياد؟ من مسقط. من مسقط، حياك الله. يعني بعيد عنا قريب صح؟
انت جيت معنا في البرنامج ومحضر لنا مواهب جميله صح؟ بس اذا مواهبك جميله لازم ايش انت تكون نشيط صح؟ فايش رايك تقول لي الممرح بصوت عالي؟ حلو ممرح. لا بصوت عالي اكثر اكثر عشان تصفق لك. حلو ممرح. علم ممرح ونحييه تحيه كبيره. طيب يا اياد اليوم ايش محضر لنا؟ انشوده. انشوده بعد؟ انشودتك عن شو؟ الأم. الأم، أها، نحن احتفلنا متى بيوم الأم؟ يوم الثلاثاء. كان يصادف 21 مارس صح؟ وهالأنشودة قدمتها للماما؟ زين نسمعها الحين؟ يلا وأنت تشوف على الكاميرا. يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدث ولا أرى منها الذي الدنيا ظلم في ظلام مستمر الله يعلم مني ويعلم ما أقاسي من كدر ما أقاسي من كدر يجر الصغار ويلعب ويرتعون ولا ضر عكاستي يا ناظري أن في ظلام مستمر. خلصت؟ تحية كبيرة لصديقنا إياد. إياد هالأنشودة مؤثرة وعد أنت صوتك هادي وايد كان وصوتك ضعيف ونحن تأثرنا زيادة. هي تجمع من بين الأم ومن بين أيضا الضرير صحيح؟ إنزين نحن إيش واجبنا نحو أمنا وأبونا تعرف؟ إيش نسوي حال الماما والبابا؟ ما نقول. أيوة ما نقولهم أوف. أيوة وإذا قالوا لنا إيش نسمع كلامها؟ نعم. أيوة صحيح وأنت قلت لنا يعني أبلغ عبارة إن ما نقولهم أوف أبدا مهما قالوا لنا ما نتأفف أبدا من أهالينا ونطيعهم دائما ونسمع كلامهم لأنهم دائما يدورونا كل اللي فيه خير لنا صح؟ شكرا لك يا صديقي إياد على هالأنشودة الجميلة والمؤثرة. الحين إيش رأيك تعطي ناقل الصوت إلى نور؟ نور نور أعطوها ناقل الصوت. أعطيها ناقل الصوت. كيفك يا نور؟ إيش أخبارك يا نور؟ خير. إيش اللبس الجميل؟ اللبس الرائع. اليوم إيش محضرت لنا يا نور؟ شعر. قصيدة جميلة مثلك. عن إيش القصيدة؟ حب وطني. يلا نسمعها. شوفي على الكاميرا. أيوة الله أبدأ. سلام الله يا شابن، سلام الله يا شابن شيم بشيمة الأبرار، عما يمهم حكاية عز للأيام نحكيها، فخر يا شعب تعود يواجه ظلمة الأخطار، فخر يا شابن الأمجاد يزرعها ويبنيها، فخر يا شعب تعود يواجه ظلمة الأخطار، في ظل الباسل الفذ الشجاع الماجد المغوار، نعم قابوس بوجوده هموم الأرض نطويها، نعم قابوس بوجوده هموم الأرض نطويها، خطاباته علم منبر شموخ وحب واستبشار، خطاباته وصايا دايم للشاب يواصيها، يا شاب السلطنة غير الكرامة بر لا تختار، يا شعب السلطنة تسلح بسيف العلم لا تحتار، تعلم وكافح وابني عزومك لا تخليها، عمان الأرض سلام وجنة الدنيا أراضيها، عمان تثقف العالم وتهديها مباديها، عمان أجمل رواية عز للتاريخ نرويها،
عمان النهضة الكبرى ما دام الفذي بانيها، عمان النهضة الكبرى ما دام الفذي بانيها. يا رب احفظ لنا قابوس عز وتاج هذا الدار، يا رب احفظ لنا قابوس عز وتاج هذا الدار. سلامتكم. ما شاء الله ما شاء الله، تحية كبيرة لنور الحلوة. ما شاء الله نور، قصيدتك جميلة وأسلوبك وايد حلو في الإلقاء، من علمك هالأسلوب الجميل؟ ماما هناك تجلس، قولها شكرا ماما عشان حفظتيني هالقصيدة، وأيضا ماما حفظتك القصيدة؟ دائما تحفظك القصائد؟ زين إيش تحبي تحفظي؟ قصائد عن الأم، قصائد إسلامية، عن الوطن، عن إيش؟ الوطن. الوطن؟ إيش تحبي أكثر شيء عن الوطن؟ عشان تحبي وطنك؟ وايضا لابسه انت اليوم الزي العماني، جايتنا اليوم كذا كلك حلوه على بعضك وقدمتي لنا قصيده حلوه، شكرا لك يا صديقتنا نور على هالقصيده الجميله. متابعينا من بعد ما سمعنا الابيات الجميله من صديقتنا نور، ايش رايكم الحين نشوف صديقتنا اشواق الخنبشيه وين بتودينا هالمره وزيارتنا ان شاء الله، وين راح تكون في فقره زياره ومعلومه؟ نتمنى لكم وقتا ممتعا وطيبا معنا. أصدقائي الأطفال، تتميز الكتابة العربية بأنها مترابطة ومتصلة مع بعضها البعض، كما يمكن من خلالها عمل تشكيلات حروفية مختلفة من خلال المد والتشابك والتداخل، وتبرز جمالية الخط العربي في أنواعه وأشكاله المختلفة، ويعتبر سيدنا إسماعيل عليه السلام أول من خط الخط العربي. قيل عن وصف الخط العربي أن الخط للفقير مال، وللأمير جمال، وللغني جمال، فمن حسن خطه حسن رزقه. ونرحب بكم أحبائي الأطفال في فقرة زيارة ومعلومة، والتي سنتعرف اليوم من خلالها على أهمية الخط العربي وأنواعه وجماليته، فتابعونا. شرع المهتمون والفنانون بالخط العربي في تطوير قدراتهم وتطوير الخط حسب التكوين المراد كتابته، وبذلك بدأ في بداية العصر الإسلامي كان الخط الحجازي المكتوب، ثم الخط الكوفي. كون الخط الكوفي أربعة خطوط، أربعة أقلام، الثلث والثلثين والإجازة، من ثم جاء من بعده الخطاط الشهير ابن مقلب، فحسن الخط وأجاده ووضع القواعد، ونراه اليوم بالصورة الفنية حسب ما وضعه الخطاط ابن مقلب. نرحب بضيف الفقرة الأستاذ نبيل حمود السيابي، وهو أحد الخطاطين المعروفين وله مشاركات عدة في هذا المجال. في البداية أستاذ، نود التعرف على أهمية الخط العربي. تبرز أهمية الخط العربي من خلال كونه تراث إسلامي خالد منذ العصور الإسلامية وحتى يومنا هذا، ومع انتشار الإسلام انتشر الخط، فأينما وجد الإسلام أو حل الإسلام حل الخط معه. أستاذ نبيل، هل بالإمكان أن تخبرنا ما أشهر أنواع الخط العربي؟ حقيقة هناك أنواع عديدة للخط العربي، وتجمل عدد أنواع الخطوط إلى سبعة: الخط الثلث، وخط النص، والديواني، والرقعة، والفارسي، والكوفي، وخط الإجازة. ونحن الآن في هذه الدورة المتعلقة بالخط العربي مع أصدقائنا الأطفال المشاركين، فما هي الأشياء التي تركز عليها للأطفال المشاركين في هذه الدورة؟ في هذه الدورة نركز على مهارة إكساب الأطفال مهارة الكتابة بخط النسخ لأجل إيجاد خطهم، وبالتالي نكتشف المواهب وننميها ونحثهم عليها ونشجعهم.
وكيف ترى تفاعل الأطفال في هذه الدورة؟ جميل، تفاعل الأطفال هنا كله حماس ولديهم الرغبة والإصرار في ذلك. هل اكتسبوا مهارات معينة أو خبرات معينة؟ هل في تحسن مثلا في الخط؟ هناك تفاوت بين كل طالب وآخر حسب قدراته وحسب تشجيع الأهل له. هنا نحن نركز على تشجيعه، وبالتالي تشجيع الأهل بإكسابه هذه المهارات. بالفعل، لكن برأيك كيف يمكن أن ينشأ الأطفال على حب الخط العربي وتنمية خطه في هذا المجال؟ هناك مقولة: من جد وجد ومن زرع حصد. من يجتهد ولا يحس بالملل، فبالتالي يحصد على مهارة وقدرة فائقة في الخط العربي، وهذا الذي نسعى إليه نحن، زرع حب الخط العربي لدى الطفل ولدى أولياء الأمور. هل هناك ارتباط وثيق أو صلة بين خط الطفل وشخصيته؟ نعم، فعلماء النفس بعض الدلائل قالوا أنها لها علاقة بخط الشخص، سواء الطفل أو رجل راشد. من خلال خطه يمكن أن يخبرك عن هذا الشخص، وهذا علم قائم بذاته. أصدقائي الأطفال، ومعنا الآن إحدى المشاركات في هذه الدورة. نرحب بك صديقتنا، في البداية عرفينا عن نفسك. اسمي لورا خليل حمدان من الأردن. أهلا بك لورا. في البداية نود أن نتعرف على ما هي الأشياء التي استفدتيها من هذه الدورة. استفدت خطوط جديدة لم أكن أعرفها، مثل خط الإجازة وخطوط كثيرة، وتعلمت كيف أكتب خط الرقعة وخط النسخ. مثل ما نعرف أن الخط موهبة، فكيف تنمين هذه الموهبة؟ الكتابة باستمرار كل يوم، أتمرن على الكتابة كثير في البيت. تعلمت أنواع من الخطوط مثل خط الإجازة وخط الكوفي، وتعلمت كيف أقرأها وكيف أكتبها، ولما أكبر بحسنها في المستقبل. أول شيء تعرفت على خطوط وأنواع جديدة أنا ما كنت أعرفها، وخذت محاضرة ساعدتني على أني أحسن خطي، واستفدت من أشياء جديدة أنا ما كنت أعرفها أو معلومات أنا ما كنت أعرفها عن الخط، وأشياء وايدة استفدت منها، مثلا إيش خطوط، أنواع الخطوط مثل خط الإجازة وخط الثلث، كيف ينكتب، كيف من هو أول من استخدمه، من هو أول من كتب في عصر إيش، من أول مدينة ابتدت منه الخط. هاي الأشياء ساعدتني وايد أني ممكن أطور مهاراتي في المستقبل كيف أكتب وأحسن خطي. أصدقائي الأطفال، هكذا كنا معكم في زيارة لدورة في الخط العربي بمعهد المنار، ومثل ما يقال من حسن خطه كثر رزقه. في أمان الله. أهلا وسهلا فيكم متابعينا الكرام من جديد، ونشكر صديقتنا أشواق الخنبشية على هذه الزيارة الجميلة. نتمنى كلكم استفدتوا من هذه الزيارة، وأنكم تشاركوا في المعاهد اللي راح تحسن لكم خطكم أو الدورات التدريبية لتحسين الخط، لأنها هي أعطتنا كذا معلومات جميلة عن الخط وأول من استخدم الخط. وبما أن نحن تكلمنا عن الخط والخط موهبة جميلة فيها إبداع في تناسق حركة اليد، أيضا معنا اليوم صديقنا الأيهم ومعه موهبة مشابهة لزيارة صديقتنا أشواق. أول شيء أهلا فيك يا صديقنا أيهم، ممكن تعرفنا على موهبتك؟ الرسم موهبتك؟ زين، واليوم ما راح ترسم لنا، اليوم راح تسوي لنا شيء آخر صحيح؟ أيوة. إيش راح تسوي لنا اليوم؟ لعبة. تصنع لنا لعبة؟ أيوة. يعني أيضا أنت تحب الأشغال اليدوية؟ أيوة. يلا نشوف اللعبة كيف تصنعها. أنا بمسك لك ناقل صوت وأنت تصنع، تكلم قول لنا الأدوات. طيب، أول شيء نحتاج صحن ورقي اللونه، بعدين نحرص على ما ينشف، بعدين كيد كسفة أيوة، ونزينه باللماعة وبالنجوم، وبعدين
بعدين نجيب الرأس. الرأس نجيب في صوف ونلصق العيون ونرسم الأنف. أيوة. بعدين نلصقه. يعني نجهزه من قبل الرأس صح؟ ونلصقه. بعدين نجيب اليد والرجول. أيوة. اليد والرجول نسويه كذا. يعني يعني اليد تكون هنا نجيب اللصق ونسوي من قدام من ورا ومن داخل وكذا وكذا نسوي. علي صوتك علي صوتك. وبعد نعيدها مرة ثانية عند الرجول. عند الرجول. بعدين نسوي الرجول نسوي نفس الشيء. وبعدين بعدين عاد نسوي في اللعبة عيون واحدة عشانها لعبة. بس نسويها رجول واحدة في اللعبة؟ زين هذه اللعبة راح تكون كأنها عروسة؟ يعني ممكن نسوي بها مسرح الدمى؟ ايوه. إذا ما جايب انت معاك لصق عشان نلصقهم؟ جايب؟ يلا ايش رايك تلصقهم؟ يلا يا صديقي اول شيء نلصق الرأس صح؟ ايوه يا بطل كانت تغطي حلقتها نلصقه نخليه لين ما ينشف. ايوه بعدين اليد من الجانبين لازم نسوي اللصق. ايوه ليش؟ ها عشان يلصق بسرعه ما يطلع. لازم نضغط عليه. ايوه احنا ما عندنا وقت نضغط عليه فعادي نحن شوي انا بنسوي لصق زيادة. نسويها كذا نكبر ونجي نحطها هنا. زين اليدين طاحت الحين بيصير ما في هيدين مسكين العروسة. زين الحين بننتظرها لين تجف وبعدين بنستعرضها. صنعت أشياء أخرى أيضا؟ أيوه. بس هذا اللي صنعته؟ أيوه. زين وإيش تحب تسوي في وقت الفراغ بعد؟ أرسم. ترسم؟ جايب رسوماتك؟ ما جايب رسوماتك طيب هني إيش معانا جايب؟ ألوان. ألوان هالألوان تستخدمهم لتلوين الأوراق أو الخشب أو للقماش لإيش تستخدم؟ لا أوراق للخشب. للخشب جميل. يعني أنت بتجرب تسوي لنا بعدين اللوحة ولا لا؟ أسوي. بتسوي لنا لوحة. جايب عندك أوراقك عشان ترسم؟ ما جايب أوراق. أستاذ عبد الله عادي ناخذ من عندك ورقة من الكراسة؟ استأذننا من أستاذ عبد الله معلم الكاراتيه مالي وقال عادي ناخذ ورقة فعادي ترسم لنا في الخلف. ايوه. زين احنا انت راح ترسم لنا في الخلف ونحن راح نكمل مواهبنا ايش رايك؟ أيوه. ولا تنسى تسكر اللصق عشان ما يتجف. تحية كبيرة للأيهم. يلا تحية كبيرة. وعبال ما يرسم لنا الأيهم رسومات جميلة خلونا الحين نسمع أناشيد رائعة من صديقاتنا الحلوات أو نسمع قصائد جميلة أيضا من صديقاتنا الجميلات. والحين نروح نشوف صديقتنا نبأ. نبأ يا نبأ نبأ إيش هاللبس الجميل الحلو؟ كيف الحال يا نبأ؟ كم عمرك يا نبأ؟ 5 سنوات. 5 سنوات العمر كله. اليوم جاية معنا في البرنامج إيش محضرة؟ أغنية. أنشودة أو أغنية؟ أنشودة. أنشودة يلا نسمعها. شوفي على الكاميرا يلا. عايدي يا ماري والفرحة كبيرة والبسي ثوب الفرح في يوم عيدك يوم قابوس الفقرة المسيرة ارتفع متل متل على رسينك. الله الله وخلصت الأنشودة. تحية كبيرة لنبأ. نبأ في عندك شيء ثاني تسمعه؟ يلا. أنا عندي قبعة ألوانها رائعة تحميليني من مطر ومن أشعة الشمس. الله. أتاديها في الصباح فتطير في الريح. ارجعي يا قبعة ارجعي يا قبعة. الله الله انشودتك حلوة. تحية كبيرة لنبأ. شكرا لك يا نبأ. نبأ لما تصيري كبيرة مثل ماما ايش راح تشتغلي؟ ها؟
بتكوني ايش؟ طيارة. بعد بتكوني طيارة نفس عبد الله؟ بتسافروا مع بعض؟ ها؟ ولا انت بتروحي مكان غير؟ الحين انت في اي صف؟ ولا بعدك ما تدرسي في المدرسة؟ ادرس. صف اول؟ صف تمهيدي. اها في التمهيدي. شكرا لك يا اميرتنا نبا على هالاناشيد الجميله، وان شاء الله لما تكبري تصيري طياره وبنروح نسافر مع بعض. بتشليني معك؟ ولا بتقولي هذه البنت انا ما اعرفها لا تدخلوها معنا الطياره؟ ها ايش بتقولي لهم؟ هذه صديقتي؟ خلاص نصير صديقات؟ زين ما عليه، بعدين نحن راح نتناقش وين نسافر وين نروح، بس الحين متابعينا الكرام نرجع نسمع اصواتكم الجميله والرائعه في ثالث مكالمه معنا لليوم، ونقول يا صباح الخير لثالث متصل. اهلا وسهلا. مرحبا يا معاذ. معاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا فيك يا معاذ، من وين تكلمنا؟ من ولاية الحمراء. حياك الله يا صديقنا معاذ. معاذ تعرف ايش هي مسابقة البرنامج؟ علم ومرح. ايوه البرنامج اسمه علم ومرح، بس ايش اسم المسابقة؟ لغتي عنواني. تعال تعال تعال، لغتي عنواني. عرفتها يا معاذ؟ لغتي ايوه عنواني. عنواني لغتي عنواني. لغتي عنواني، ما ساعدتك ما شاء الله، تحية كبيرة لمعاذ. معاذ أنت في أي صف؟ رابع. ما شاء الله شاطر في المدرسة؟ أيوة. زي بسألك سؤال معاذ، أنت حليت واجباتك ولا بعد؟ أحلها الحين. جالس تحلهم وأنت تشوف البرنامج؟ مو تشوف البرنامج وتحلهم، ولا قلت بتحلهم بعد البرنامج؟ حلو بعد البرنامج. زين حلو. زين ايش رايك الحين احنا نذاكر لغه عربيه؟ نذاكر مع بعض اللغه العربيه؟ هاي معاذ. معاذ ان شاء الله. ان شاء الله يلا نذاكر مع بعض مسابقه اللغه العربيه اللي هي لغتي عنواني. هذه الفقره معانا على الشاشه، انا بقرا لك الفقره يا معاذ، وكل اللي عليك تطلع او تكتشف الاخطاء الاملائيه اللي معانا في الفقره. إن انشغال سائق السيارة بأي شيء أثناء القيادة يعرض سلامته وسلامة الآخرين للخطر، فتجنب في أثناء القيادة ممازحة الركاب أو مداعبة أطفالك. إيش الأخطاء الإملائية اللي معانا؟ إن انشغال سائق السيارة بأي شيء أثناء القيادة يعرض سلامته وسلامة الآخرين للخطر. اسمعني من الهاتف واقصر على صوت التلفاز يا معاذ عشان تكون سرعة الإجابة واضحة معانا. يلا يا معاذ خليك سريع. يلا يا بطل. معاذ شكرا لك يا معاذ على هذا الاتصال، بس يلا ايش نسوي، معاذ راح وما كان جاهز معانا. نتمنى كل اللي يتصل معنا في البرنامج يكونوا مركزين سريعين قاصرين على صوت التلفاز ويسمعونا من الهاتف. الحين ناخذ مكالمه اخرى ونقول اهلا وسهلا بصديقتنا مريم. مرحبا يا مريم. مريم انا قاعده اسمع صوتي، اكسري على صوت التلفاز واسمعينا من الهاتف. طيب يا مريم. نعم. كيفك يا مريم؟ من وين تكلمينا؟ من صحم. حياك الله يا صديقتنا مريم. مريم تعرف ايش هي مسابقة البرنامج؟ نعم، فقرة ونطلع منها خطأين إملائيين. ايوه شاطرة مريم. انت في اي صف؟ صف الثامن. ما شاء الله. طيب الحين لو انا قلت لك تقرا الفقرة بتعرفي تقريها؟ نعم اعرف الفقرة. يلا نشوف الفقرة واقري لنا اياها. يلا. يلا هالفقرة يلا اقري لنا اياها. بتظهر على الشاشة؟ أيوة الحين ظاهرة معنا على الشاشة. إذا أنت بعيد. إن انشغال سائق السيارة بأي شيء أثناء القيادة يعرض سلامته وسلامة الآخرين للخطر، فتجنب في أثناء القيادة مزاحمة الركاب أو مداعبة أطفالك. أيوة ممازحة الركاب أو مداعبة أطفالك. ما شاء الله شاطرة يا صديقتنا مريم. الحين إيش رأيك تطلعي الأخطاء الإملائية اكتشفيهم معنا؟ يلا يا مريم يلا يا مريم اكتشف الأخطاء.
يا مريم خليك سريعة خليك سريعة. إن انشغال سائق السيارة بأي شيء. انشغال الألف عليه همزة. لا 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 يا صديقتنا. إن انشغال سائق السيارة بأي شيء. إيش الخطأ؟ ساعدك. شيء. شيء عليه همزة. أيوة شيء عليها همزة. همزة نسميها همزة إيش؟ همزة متطرفة صح؟ نعم. همزة متطرفة على سطر. تعرف الحين كم حصلتي؟ تعرف الحين على كم حصلتي؟ 25. 25. يلا اكتشف الخطأ الثاني عشان تحصلي على 50 ريال عماني. يلا يا صديقتنا. فتجنب في أثناء قيادة القيادة ممازحة الركاب أو مداعبة أطفالك. أو مداعبة أطفالك. يلا يا مريومة. يلا يا شطورة. مداعبة؟ لا مداعبة صح. إيش قبل مداعبة؟ أو. أو إيش فيها أو؟ إيش ناقصنها؟ الألف عليها همزة. أيوة يعني تعتبر همزة وصل ولا همزة قطع؟ همزة قطع. همزة قطع وإجابتك صحيحة. والحين نتأكد من التصحيح الظاهر معنا على الشاشة. ومبروك عليك يا صديقتنا 50 ريال عماني. شيء همزة متطرفة على السطر أو همزة قطع. مبروك عليك هذا المبلغ. ما شاء الله كنت شاطرة معنا. وإن شاء الله أيضا تكوني شاطرة في المدرسة وتجيبي الأولى. شكرا لك يا صديقتنا مريم على هذه المكالمة. أما الحين إيش رأيكم توصلوا ناقل الصوت لصديقتنا اليازية. وقبل أن نتعرف على صديقتنا اليازية أنا بعطيكم نبذة بسيطة عن مسابقة التنمية المعرفية. هي مسابقة تنفذها وزارة التربية والتعليم في المدارس، وهي عبارة عن برنامج يهدف إلى تنمية مهارات الطالب في اللغة في مادة العلوم والرياضيات وكذلك مفاهيم الجغرافيا البيئية. واليوم معنا راح تكون صديقتنا اليازي الحاصلة على المركز الثاني في محافظة شمال الشرقية. بداية نبارك لك هذا الفوز يا صديقتنا اليازي وحصولك على المركز الثاني في مسابقة شمال الشرقية. بس بداية لو تحثينا عن هذه المسابقة بشكل أكبر. المسابقة هي تتحدث عن تنمية عقل الطالب لدى في تحصيله الدراسي في مادة الرياضيات والعلوم. ما شاء الله. وانت كنتي مشاركة في مادة الرياضيات أو العلوم؟ مادة الرياضيات. حلو جميل. انزين أهداف هذه المسابقة، كل مسابقة تهدف إلى شيء، وإيش أهداف هذه المسابقة؟ هي ترفع من التحصيل الدراسي للطالب في مادتي العلوم والرياضيات وتنمية عقل الطالب. حلو انزين. وكيف كانت مراحل هذه المسابقة؟ كيف بديتوا ودرجتوا عشان وصلتي وفزتي على المركز الثاني؟ أولا كانت الأستاذة تجمع طالبات وتختبرهم، اللي يجيب درجة عالية تشارك معه. بعدين احنا رحنا على مستوى المحافظة، كنا نحل اختياري في أوراق، كان كل سؤال على درجتين. المرحلة الأولى كنا حصلنا على 14 من 14. المرحلة الثانية في سؤال بسيط غلطنا فيه لأنه كان ماشي وقت فغلطنا، كان عرض باوربوينت. بعدين على مستوى المحافظة كان فردي وجماعي، الفردي كان على دقيقة والجماعي كان على دقيقتين. كنا ما نقدر نحل بسرعة بس الحمد لله حلينا بسرعة وفزنا على المركز الثاني على مستوى المحافظة. جميل حلو. وكان هذه المسابقة اللي فزتي فيها الحين هي كانت فردية أو جماعية؟ كانت فردية وجماعية. جماعية، يعني كانت طبيعة الأسئلة تجي على نطاقين فردية وجماعية، وكانت هي عبارة فقط عن اختياري أو أيضا مسألة وتحلوها. اختياري فقط، كامل الأسئلة كانت اختياري. جميل. طيب كل المسابقات اللي نحن نشارك فيها تفيدنا، هذه المسابقة هل هي رفعت مستواك التحصيلي؟ وكيف رفعت مستواك التحصيلي؟ ممكن تشرحي لي؟ هي رفعت من مستواي التحصيلي لأن كل مرة معلمة تشرح الدرس أنا خلاص فاهمة. وفي الاختبار يعني سهل لأن أنا متدربة على الاختبارات وعلى سرعة الحل.
أيوة حلو، يعني أنت قلتينا نقطة مهمة، الدروس اللي داخلة في هالمسابقة أنتوا تدرسوها أصلا في المدرسة صحيح؟ أيوة. والمدرسة ساعدتك وشرحت لك الدروس أول بأول صح؟ أيوة. ما شاء الله، يعني دور مهم وكبير للمدرسة. ممكن أيضا تحدثينا شوية أكثر عن دور المدرسة ومساعدتكم وكيف ساعدتكم هالمدرسة عشان تحصلوا على المركز الثاني؟ ساعدتنا المدرسة وايد، كانت تجمعنا كل صباح قبل الطابور وفي الفسحة، كان دائما تسوي لنا مسائل جماعية. مسائل جماعية دائما في الصباح في الطابور؟ أيوة في الفسحة. زين يا شاطر، الحين احنا راح نرجع لك يا رسامنا الماهر. أيهن رسامنا الماهر يقول يشارك معك في المسابقة المرة الجاية، توافقي؟ أيوة. تشلي معك؟ خلاص يعني هم راح يشلوك معك في هذه المسابقة، يشلوك مع صديقتنا اليازي. اليازي حلو ان احنا نشارك في مثل هالمسابقات، تفيدنا كثير هالمسابقات، ودائما المسابقات هذه تخبرنا نحن وين مستوانا وكيف نحن ممكن نذاكر بشكل اكبر في المدرسة. وانت قلتي اصلا هالمسابقة ساعدتك في المدرسة، ايضا انت تبي تشاركي مع صديقتنا؟ إنزين الحين حضر راح نرجع لك يا صديقتنا، بس خلينا نسولف شوية مع صديقتنا اليازي، ممكن تروح وتتمشى على كيفك وترجع لي طيب؟ يلا شكرا يا صديقتنا. طيب يا صديقتي اليازي كلهم يبشرك معك في المسابقة، أنت إيش طموحاتك في المستقبل؟ أتمنى أن أكون مدرسة رياضيات وافتح تنمية معرفية وان شاء الله نفوز بالمركز الاول على مستوى السلطنة. ما شاء الله، ان شاء الله تحصلي على المركز الاول في السلطنة وتكوني الاولى دائما وتكوني افضل معلمة رياضيات. شكرا لك يا صديقتنا اليازي على هالحوار الطيب. متابعين الكرام فاصل قصير ولنا عودة، كونوا معنا.
متابعينا الكرام، ومن بعد ما سمعنا هالأغنية الجميلة اللي تتحدث عن الحلم والطموح المستقبلي، جميل إن احنا دائما نتمسك بأحلامنا ونحقق أحلامنا ونسعى لتحقيق كل ما نتمناه في المستقبل. متابعينا الكرام، لازال برنامجنا يحتوي على مواهب جميلة ورائعة. الحين إيش رأيكم نسمع قصيدة جميلة من صديقتنا أصيلة؟ بس تعطوا شوية ناقل الصوت لأصيلة وخلونا ندردش معاها. كيف الحال يا أصيلة؟ بخير الحمد لله. من وين جايتنا يا أصيلة؟ من بدية. حياك الله يا صديقتنا أصيلة مرة أخرى في برنامج علم مرح. أنت اليوم مثل صديقتنا رحمة عندها إلقاء، صحيح؟ صح. زين، أنا صديقتنا رحمة وقالت أنها تفضل النبطي الفصحى أكثر من النبطي، أنت شو تفضلي؟ العكس، النبطي. تفضلي النبطي؟ أيوة. تحب القصائد العامية؟ أيوة. اللي يكتبوها شعرانا المحليين ولا شعراء من دول أخرى؟ أكيد المحليين. أكيد المحليين، ما شاء الله. يعني أنت تحبي تحفظ القصائد الوطنية، يعني نسمع قصيدة وطنية الحين؟ أيوة. نسمع القصيدة، تفضلي صديقتنا. سائل فديتك عنا في مواضينا، تلف الحقائق أمجادا لماضي. سرنا إلى المصطفى المختار في شرف، أميرنا مازن السعدي ميمونا. أثنى علينا أبو بكر وقال لنا خير، وأبصر فينا المجد والدين. كذلك خضنا مع الفاروق معركة، لا قاعداها مناياهم بأيدينا. ونحن رواد فكر عن منبعنا، تدفق العلم فياضا بوادينا. شدنا الحضارة على شرف في عمان، ودنا الهند والصين. هذه عمان على الأجيال ما برحت، مجدا تسجله الدنيا دواوينا. نمشي على نظم القرآن يصحبنا، هدوء النبوة أبطال ميامينا. طبعا هذه القصيدة للشيخ والشاعر حميد بن عبد الله بن حميد بن سرور الجامعي. وشكرا. شكرا لك يا صديقتنا، هذه قصيدة كانت قصيدة فصحى، وإن شاء الله مرة ثانية تجي معنا البرنامج حاضرين لنا قصائد نبطية وكذا، نسوي أحيانا مناظر شعرية بين بعضنا البعض. حلو، تحب الشعر دائما تلقي شعر؟ أكيد. إيش يزيد لك حفظ القصائد؟ يزيد يعني ينمي مهارات معي والثقة بالنفس. أيوة. والجرأة. والجرأة، حلو. إيش أيضا مواهبك الأخرى؟ عندي مواهب قراءة وتأليف القصص والتصميم. والتصميم، تحبي تصميم ديكورات الملابس؟ ملابس. ما شاء الله، حلو. جالك شاركتي في مسابقات؟ لا. لا بعده؟ حلو. وفي الإلقاء شاركتي في مسابقات ولا؟ أيوة. فزتي على مراكز؟ حصلت على مراكز؟ لا، هو على مستوى المدرسة. على مستوى المدرسة، جميل أن الواحد يبدأ الخطوة الأساسية من المدرسة، لأن دائما المدرسة هي منبع المواهب. لولا المدرسة نحن ما اكتشفنا هالمواهب وما قدرنا ننمي ثقتنا بنفسنا، صحيح؟ أكيد. جميل، حلو. إيش راح تكون إن شاء الله في المستقبل؟ محامية. وإن شاء الله يحقق لك حلمك وتدافعي عن كل شخص موجود في أراضي هذا الوطن وهذا البلد الغالي. شكرا لك يا صديقتنا أصيلة على هالقصيدة الجميلة، وشارك الحين توصلي ناقل الصوت لزمزم ونحيي أصيلة تحية كبيرة. زمزم كيف الحال؟ بخير. اليوم إيش حضرت لنا يا زمزم؟ أنشودة. أنشودة وأيضا لوحة؟ نسمع الأنشودة. قد ينقص مني كفان أو يصمد في الحلق لسان، قد لا تستمع الأذنان أو تعجز عندي قدمان، لكني مثلك إنسان، عندي إحساس ومعان، قد أكتبها قد أرسمها مثل الشاعر والفنان، والفضل لأستاذ الصف
قال بحب وبلا حرف، ففهمت بعينيه كلاما يغمرني بردا وسلام. أوصاني عش باطمئنان، لا تستسلم للأحزان، عش أحلامك بالألوان أو صغها في غير بيان. شكرا شكرا يا أستاذ، أنت لعقلي خير ملاذ، منذ الآن أنا إنسان وأنا الشاعر والفنان. الله الله، أنشودة جميلة، تحية كبيرة لزمزم الحلوة. هذه الأنشودة جدا جميلة، من حفظك ياها؟ أمي. أمك حفظتك ياها، حلو. والرسمة أو اللوحة موجودة هناك معنا؟ نروح نشوف اللوحة، يلا مع بعض نشوف اللوحة. وين هاللوحتك؟ هذه اللوحة الجميلة. الله الله، نساعدك فيها؟ أمي. إهداء إلى برنامج علم ومرح. الله، تحية كبيرة مرة ثانية. هذه يعني تهدينا إياها كلنا؟ حلوة جدا. أنت إيش سويتي في الرسمة؟ ممكن تخبريني؟ رسمت ولونت. أنت اللي لونتي، ماما إيش سوت؟ رسمت. ساعدتك؟ حلو، شكرا لك يا صديقتنا. نحن راح نحط هذه اللوحة مع بقية اللوحات الجميلة اللي موجودة معنا في القطار وفي الطائرة. شكرا لك يا صديقتنا زمزم. والحين متابعينا، من بعد ما شفنا هالرسمة الجميلة من صديقتنا زمزم وسمعنا هالأنشودة الرائعة، ايش رايكم ناخذ مكالمة أخرى ونقول يا صباح الخير؟ أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. مرحبا، من معنا؟ بلقيس. حياك الله يا صديقتنا بلقيس، من وين تكلمينا؟ من ولاية الرستاق. أهلا وسهلا فيك، كم عمرك يا بلقيس؟ 16 سنة. العمر كله. تابعت البرنامج من البداية؟ تابعت البرنامج من البداية؟ أيوة. أها، إيش الفقرات اللي عجبتك معنا؟ أي الفقرات اللي عجبتك؟ لغتي عنواني. لغتي عنواني. طيب ايش رايك انا ونبا الحين نروح نشوف الفقره؟ نبا امسكي معي ناقل الصوت، ايش رايك تقولي لها جاهزه للفقره؟ قولي لها جاهزه للفقره؟ قولي بصوت عالي جاهزه للفقره؟ جاهزه للفقره؟ جاهزه للفقره. أيوة. يا صديقتنا بلقيس، ايش رايك الحين نروح نشوف الفقره؟ قوليها، قولي لها نروح نشوف الفقره؟ نروح نشوف الفقره. نروح نشوف الفقرة. يلا نروح نشوف. أيوة. الفقرة مع صديقتنا نبا، وهذه الفقرة أنا راح أقرأ لك إياها، واكتشف الأخطاء الإملائية اللي موجودة معنا في هذه الفقرة. مكتوب معنا: قال أحد الحكماء أكرم ضيفك وأحسن إلى جارك واستمع إلى محدثك، فإن ذلك من مكارم الأخلاق. إيش الأخطاء الإملائية اللي موجودة معنا في الفقرة؟ أكرم فيها همزة. أكرم فيها همزة، يعني همزة قطع، صحيح؟ أيوة. شكرا لك يا صديقتي. أكرم فيها همزة قطع، كذا حصلتي على 25 ريال عماني. حابة تحصلي على 50؟ ها؟ يلا اكتشف الخطأ الثاني. ذلك ما فيها ألف. ذلك ما فيها ألف، تكتب ذا لام كاف، وإجابتك صحيحة. والحين إيش رأيك نشوف التصحيح؟ والفقرة تقول: قال أحد الحكماء أكرم ضيفك وأحسن إلى جارك واستمع إلى محدثك، فإن ذلك من مكارم الأخلاق. وكذا إجابتك صحيحة، حصلتي معنا على 50 ريال عماني. تحية كبيرة نسمعها لصديقتنا بلقيس. شكرا لك يا صديقتنا بلقيس. والحين ايش رايك يا عبد الله نروح انا وياك ونشوف الرسومات الجميله؟ تمسك ناقل الصوت، يلا يلا يا بطل، بتعلمني بعدين كراتيه؟ يلا تعال تعال هنا. ونحن اولا استعرنا الكراسه، وهذه هي الكراسه موجوده معنا، ورسمنا صديقنا أيهم رسمة جميلة، رسمنا قارب في البحر، ورسمنا أجواء مشمسة وجميلة. أما الحين إيش رأيك نشوف رسماتك أنت يا صديقي عبد الله؟ أنا بمسك الرسمة كذا، وأنت قولي لي إيش اللي رسمته.
يلا ايش رسمتي رسمه؟ ايش موجود في الرسمه؟ اشجار. اشجار. هذا فصل الخريف، الشتاء، الصيف، أنا الربيع. الخريف. خريف عشان اصفر صفرات بعض الاشجار، اوراقهم تطيح. حلو، يتجهزوا للشتاء صح؟ انزين الحين نشوف الرسمه الثانيه. الله، ايش هذه تعرفها؟ دعسوقه صح؟ ايوه. الدعسوقه تجي في اي موسم؟ الربيع والصيف. الربيع والصيف. جميل، حلو. اها طيب، وبعدين شو هالرسمه؟ رسمه على البحر. على البحر، هنا معانا الشاطئ. مشتاق تروح البحر؟ نروح مع بعض. زين الحين انت رسمت الشاطئ نظيف، يعني لما نحن نروح الشاطئ ايش واجب علينا نسوي بعد ما نتمشى في الشاطئ؟ نلعب بالرمل. ايوه نلعب بالرمل، بس نوسخ المكان؟ لا. ايش نسوي؟ ننظف المكان. ننظف المكان، شاطر والله. يعني لازم احنا نحافظ على اماكن الاماكن العامه ونظافتها. وبعدين معانا هنا ايضا رسمه موسم الخريف. تحب وايد الخريف شكلك صح؟ الاجواء كذي حلوه ونسيمها حلو. ايش رسمت معانا هني؟ هذه شجره. شجره وبحيره. وبحيره وعشب. ايوه، وجسر. وجسر. وهذا منزل جميل. من بيت من هذا؟ نروح هناك. عاد هناك بنروح في الخريف هناك؟ حلو. وهني هذه رسمه جميله. في وقت غروب الشمس. في وقت غروب الشمس موجوده هذه الرسمه في البحر. طيب يا عبد الله، هذولك خواتك؟ بيروحوا عنا في القطار، ايش رايك الحين نرجع القطار؟ عشان ما يروحوا عنا بالقطار. شفت كيف يسووا؟ ايش يسووا؟ خلاص نبا بتغير المهنه المستقبليه وبتصير تسوق القطار. ها يا نبا، خلاص تسوق القطار؟ اها عيبها القطار. طيب يا صديقتي نبا، لا تستعجلي ولا تسوقي القطار الا ونحن نختم البرنامج وحلقتنا لليوم، وبعدين بنسافر اي مكان انت حابه تروحي له انت واختك هبه. شكرا يا متابعينا الكرام على متابعتكم هذه الحلقه الجميله، وتناولنا كل المواهب الرائعه اللي معانا، وتنوعنا اليوم في المواهب، وشفنا رسومات جميله، وصنعنا لعبه جميله مع صديقنا الايهم، وايضا صديقتنا اشواق الخنبشيه زارت اليوم معرض جميل، او دخلت اليوم في دوره جميله للخط ولتحسين الخط. حلو، نحن ننصح كل الاصدقاء ان اللي خطهم سيء او خطهم مو جميل هذيك الدرجه يروحوا في الدورات الخاصة بالخط. وأيضا الشكر موصول لمعهد المنار، وإن شاء الله أنا بي أيضا أسجل معكم وأخذ دورة تدريبية للخط. بكذا متابعينا الكرام وصلنا لختام حلقتنا لليوم، وصديقتنا نبا وهبة مستعجلات عشان نسافر ونروح الأماكن الجميلة. هذا هو قطار برنامجنا لليوم وقطار حلقتنا، كان مليء بالفقرات الجميلة والرائعة. إذا متابعينا لنا لقاء يجمعنا وإياكم غدا في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين دمتم بحفظ الله، وإلى اللقاء.